تقديرا ووفاء لتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن. وبمناسبة عيد الشهداء، قام قائد شرطة محافظة حمص ومحافظ حمص بتكريم عدد من ذوي الشهداء وجرحى قوى الأمن الداخلي في منازلهم. نحن في قوى الأمن الداخلي قدمنا الكثير من الشهداء. في حمص وحدها حوالي 300 شهيد ومئات الجرحى. في هذا اليوم قمنا بجولة على شهداء، على ذوي شهداء الجيش والقوات المسلحة وذوي شهداء الشرطة. تم زيارة حوالي 10 شهداء ذوي شهداء وبعض الجرحى. الجرحى قدمنا لهم كل الدعم والرعاية التي تم التوجيه بشأنها، وتم رعاية ذوي الشهداء وتقديم كل ما يلزم. المكرمون أعربوا عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد أبنائهم، مؤكدين استعدادهم لبذل الغالي والنفيس في سبيل عزة سوريا ولتبقى رايتها خفاقة عالية. كل سنة نحن هالمناسبة بتشرفنا، وهلا زاد شرف إنه إلنا إنه إن شاء الله البلد تطلع من هالأزمة اللي هي فيها، والله يرحم اللي راحوا، وابني مثله مثل هالناس، يعني مثل هالشهداء اللي راحوا، ما نو أعز منهم، هو هنن أولادنا كلهم هدولي. الله يديم المحبة والله ينصر هالدولة يا رب، وجيتكن كثير كبيرة، وأنا بتشرف بهالجاي اللي اجيتوا. الرحمة لجميع شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا الذين قدموا أغلى ما لديهم في سبيل عزة وكرامة وإباء سوريا الحبيبة. الشهداء مشاعل نور بدمائهم كتبوا صفحات النصر ورفعوا رايات الوطن عاليا، مدافعين عن عزته وكرامته لتبقى سوريا شامخة صامدة.